بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسئلة التي وردت إلينا في هذا الشهر الشريف تقول: أنا امرأة، هل يجوز أن أصلي التراويح وراء الإمام من البيت وآخذ ثواب الجماعة؟ وهل يجوز أن أعتكف في بيتي؟ إذا كان هذا البيت ملتصقا بالمسجد بحيث أن لا يكون هناك ممر، وكان أقل من 150 متر وهي تساوي 300 ذراع، فإنه يجوز. أما إذا كان بين المسجد وبين البيت كان هناك شارع، فإن ذلك لا يعد جماعة ولا يجوز. وهل يجوز أن أعتكف في بيتي؟ لك أجر الخلوة، ولكن الاعتكاف في المسجد له ثواب، والاعتكاف في البيت له ثواب. ولعل في عصرنا الحاضر أن يكون اعتكافك في بيتك أكثر ثوابا من الاعتكاف في المساجد، حيث إن الأوضاع الآن لم تعد كشأن الزمن الأول. وهناك أيضا سؤال: هل شنطة رمضان تعد من زكاة الفطر؟ يجوز عند الحنفية أن نخرج زكاة الفطر نقدا وعينا، فإذا كنا وضعنا في هذه الشنطة الأقوات التي يقتات بها الإنسان فيجوز أن تكون شنطة رمضان من زكاة الفطر. وهل عمل موائد الرحمن يغني عن إخراج زكاة الفطر؟ لا، موائد الرحمن هذا نوع من أنواع الكرم، نوع من أنواع الضيافة، يأتيه الغني والفقير والمتوسط، ولذلك لا نضبطه، ولذلك لا يكون لا من زكاة المال ولا من زكاة الفطر. سؤال آخر: أفطرت أياما من رمضان، فهل يجوز صيام الستة البيض بنية السنة وبنية قضاء هذه الأيام؟ نعم، يجوز أن أصوم هذه الأيام بنية واحدة وهي نية الفرض. ثم إن الله سبحانه وتعالى من كرمه يحسب لي ما دمت قد أوقعت هذا القضاء في ذلك الشهر، يحسب لي أيضا فضل كبير في هذا المقام. وهل يجب قضاء الأيام قبل مجيء رمضان التالي؟ نعم، عند الجمهور يجب أن نقضي أيام رمضان التي أفطرناها في رمضان لأي عذر كان، كمرض أو سفر، أو المرأة من حيض أو نفاس، يجب أن نقضيه قبل قدوم رمضان التالي ما لم يكن هناك عذر، مثل المرأة الحامل ثم المرضع والمريض الذي، فكل هؤلاء يمكن تأجيله. لكن مدام هو قادر على أداء الصيام فلا بد عليه أن يصوم قبل مجيء رمضان الذي بعده. هل الحمل والرضاعة يلزم منها الإفطار؟ يمكن أن أرضع طفلي وأنا صائمة، إذا كان الأمر كذلك فطبيعتك لا تقلل اللبن، وطبيعتك أنك لا ترهقين ولا تضرين نفسك ولا الطفل، فالرضاع ليس من اللازم أن تفطري معه. ولكن غالب النساء يجدن أنفسهن في حالة ضعف وفي حالة إضرار بالطفل، ولذلك ننصحهن أن يفطرن حينئذ. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.